فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. لو قال قائل هذه الآية أنزلت في غزوة أحد لما شج النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها نزلت لما دعا عليه الصلاة والسلام على هؤلاء النفر؟ فالجواب عن هذا أن العلماء في مثل هذا، وهي قاعدة لتنطلق منها ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، قال إذا جاءت الآية لها سبب نزول وهذا السبب ورد في آية أخرى فيكون ما وقع من أحداث جاءت بعده الآية، بمعنى أن الآية نزلت في هذين الأمرين، فهي لم تنزل فور وقوع حادثة منها، وإنما بعد وقوع الحوادث نزلت الآية مرة واحدة. بعض العلماء يقول إنها أي الآية نزلت مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. مثال ذلك آية اللعان، هل هي نزلت في عويمر العجلاني أو أنها نزلت في هلال بن أمية؟ جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحاح على أنها نزلت في هذا ونزلت في هذا، فماذا يصنع؟ يقال ما قلنا، إما أن الآية نزلت مرتين أو أن الآية نزلت مرة واحدة بعد وجود هذه الأحداث، مثل ما قيل في سورة الفاتحة هل نزلت في مكة ونزلت في المدينة؟ قد قيل بهذا، إن سورة الفاتحة نزلت في مكة وقيل نزلت في المدينة، فهذا قول واحد على أنها نزلت في مكة ونزلت في المدينة، فيكون الحكم والقول فيها كما قلنا. لكن إن وجدنا مساغا في أن الآية لم تنزل إلا مرة واحدة فلنسلك هذا المسلك، وذلك لأن الأصل عدم تعدد نزول الآية أو السورة، لكن إذا لم نجد مسلكا فنقول إن الآية نزلت مرتين.